السلام عليكم. مركز جراحات الشخير وحالة شخير صعبة، صعوبتها مش عايزين نقول سن، لا 49 سنة ده سن طبيعي جدا، ولكن صعوبتها ان هو كان عامل عملية اللوز قبل كده. صعوبتها في قد ايه الخنقة كانت موجودة، قد ايه الشخير، قد ايه كانت عاملة له مشكلة. دلوقتي هنشيل الدعامة ونسمع منه خلال العشر ايام دول مع وجود الدعامة ايه اللي اتغير في موضوع الشخير والخنقة والنفس. جاهز يا استاذ محمد؟ جاهز. اهلا بيك. شلنا الدعامة طبعا. نسمع بقى الاخبار ايه، طمني كده. مبدئيا بعد الدعامة انا قادر اتنفس واتكلم كويس. تقريبا سنتين، مش اقل من سنتين، معاناه، مش قادر انام. تنفس صعب جدا. مبدئيا ابتدى بشخير عشان الوزن، وابتدى يتطور من مرحله شخير لشخير عنيف بصوت اعلى، وبعد كده المرحله اللي بعديها ان النفس ما كانش بيعدي، فكنت بصحى كل تقريبا ربع ساعه مش بنام. كنت فترة طويلة جدا بعاني ان انا يومي يعني انتهى، لا بعرف انام ولا بعرف اكمل يومي بشكل طبيعي. اسمع، انتقلت للمرحلة الثانية ان انا مستحيل اقدر انام على ظهري، فبنام على جنبي. وبعد كده المرحلة الثالثة في السيفيريتي، ان انا لازم احط مخدات اكتر من 35 درجة عشان اقدر. بس كم سنة بتحط المخدات بهذه الدرجة؟ مش اقل من سنة او سنة وشهرين. ما كنتش تعرف تنام من غيرها؟ لا خالص، مستحيل. شبه مستحيل يعني انا انام على كرسي احسن لي ما انام على السرير. وبالتالي جيت عديت طبعا في وسط فتره الكورونا وكده، فما قدرتش اعمل متابعات واقابل حضرتك واعمل اكشن يعني. كويس. فتاجلت شويه لحد دلوقتي. ما خدنا قرار، عملنا له طبعا اختبار نوم عشان نتاكد ونطمن ان الامور اخبارها ايه، وعملنا العمليه من 10 ايام. حاجز انفي كان موجود جدا، التجميل في سقف الحلق واللهاية طبعا، منطقه اللوز عملنا فيها شغل عشان نبتدي نرفع له سقف الحلق. قول لي كده خلال ال 10 ايام، انا مش منتظر انت تبقى متحسن 100% عشان الانف مقفوله، لكن قول لي ال 10 ايام دول اخبارهم ايه. في ال 10 ايام دول بشكل واضح اول حاجه انا لاحظتها هو صوت الشخير نزل اكتر من 40%. ممتاز جدا. صوت نفسه نزل كويس مع وجود الحاجز الانفي. انا لسه طبعا بعاني من الدعامه اللي موجوده، فده شويه محسسني انها مقفوله اكيد، لكن في يعني في واقع الامر انا حاسس بنسبه تنفس اعلى بكتير في اخر اثناء الدعامه موجوده اخر 5 ايام. في تطور احسن ما كنت قبل العمليه. ده ممتاز جدا، دلوقتي بعد ما شلنا الدعامه دلوقتي انا قادر اتنفس. الضحكه المعهوده والمعروفه لكل واحد بيشيل الدعامه ويتنفس دي احنا خدنا على الضحكه دي خلاص، معروفه. مش يا دكتور بجد يعني انا مش عارف اقول لك ايه ابدا. لازم نراعي نفسنا يا جماعه. ايوه لازم ناخد بالنا من نفسنا. بالظبط. والمرحله زي ما حضرتك قلت لي لازم انزل وزني. ده لازم، احنا قلنا طبعا في تنزيل وزن شويه بعد العمليه، لان انا شايف الرقبه يعني فيها تضخم شويه، صغيره شويه، الجسم مليان شويه. احنا بنقول الوزن ينزل لبعض الاشخاص اللي بنشوف ان الوزن نزول الوزن هيفرق معهم 10% 15%، هيفرق جامد، هيفرق طبعا، لان انا بحب دايما نتيجه تبقى 100%. معلش، فلما بلاقي حاجه تزود لي 10% بنمسك فيها. تمام، بنمسك فيها. حضرتك راضي عن العملية حتى هذه اللحظة على الأقل؟ بصراحة أنا راضي 100% عن العملية. الحمد لله. حاسس إن أنا خدت قرار مظبوط. الحمد لله. نصيحتك لأي حد بخايف الآن، أنا يعني قالوا لي ما قالوا ليش؟ اعمل اللازم، يعني تخطيط النوم، ولو الدكتور طلب أشعات زيادة أو حاجة زيادة على حسب طبعا حالة من حالة، لكن لازم تشخص حالتك عشان تعرف الوضع ايه بالظبط. انا تخطيط النوم طلع لي ارقام انا ما كنتش متخيلها. بالظبط. انا ما كنتش متخيلها كده. بالظبط. الحمد لله على سلامتك يا استاذ محمد. الله يسلمك. سعيد جدا بشخصيه الاستاذ محمد وقراره بان هو يعمل عمليه،
وان شاء الله احنا منتظرين ان هو يتحسن اكتر 40-50% الشخير ينزل مع النفس 100% مع الكلام ده كله، خلاص النفس ده قصة مختلفة تماما وبتقلب موازين الشخير والخنقة بنسبة 180% ان شاء الله، 180 درجة ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ونحاول نشوفك مره تاني اكيد طبعا باذن الله. باذن الله. الحمد لله على سلامتك. وزي ما بنقول دايما يعني ده فضل من ربنا انه بينزل شفاه على هذا المكان وعلى ايدينا بفضل ربنا، واحنا بنعمل اللي علينا وباقي على ربنا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.